تحياتي البنات كثيري لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ونلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو بصحه جيده. ما تنساوش لي لايك من طبيعه الحال الى عجبكم الفيديو. اللي عاد كتشوف القناه ديالي ما تنساش تضغطي على الزر باش ان شاء الله يوصلك كاع الجديد. وإلا كانت كتعجبكم البنات هذه القناه بارطاجيوها مع الحباب والصحاب باش هكا تعمل فائده وان شاء الله تزيد تكبر. المهم خليكم معايا اليوم غادي ندير واحد التنظيف عميق للبشره ديالي. وقلت علاش ما نشاركش مع نشاركش اي حاجه مع البنات باش حتى هما يستافدوا. ولا كانوا كيهمكم يعني وصفه طبيعيه والمنتوجات اللي كنطبق انا شخصيا على راسي ما عليكم الا تكتبوها ليا في التعاليق وان شاء الله نبقى نشارك معكم كل حاجه. المهم خليكم معايا دابا باش ندوزو نطبقوا ونوريكم شنو كندير يعني شنو كيفاش كنظف البشره ديالي هكا مره في الشهر. والضروري ولا بدا منه اللي بغيتو البشره ديالكم البنات تبقى يعني تحافظوا عليها وتبقى مزيانه. المهم هنا قبل ما نبدا معكم اول حاجه غادي ناخذ كاسرونه غندير فيها الماء يغلي. بما انا ما عنديش الساونا البنات باقي ما كتبش الله ناخذها. واللي عندها الساونا تستعمل الساونا ديال الوجه. غادي ندير غير كاسرونه فيها الماء كيغلي وغادي نزيد شويه ديال هكا ديال اللويزيه. اي عشوب عندكم ديروه حتى الورد حتى هو زوين غير انا تقاد عليا. عندكم البابونج ديروه انا ما عنديش حتى البابونج درت غير واحد الساشيه عندي ديال لي تيزاني حتى هما راه مزيانين غير يكونوا يعني ما يكونوش فيهم شي مواد لا شي حاجه يكونوا طبيعيين. انا عندي دي طبيعيه. المهم اي عشوب عندكم ديروهم راهم مفيدين بزاف للبشره عوض يعني غادي غير هذاك البخار ديال الماء بوحدو. ديروا هكا اي حاجه نعناع اي حاجه ديال العشوب اللي عندكم في الدار زعتر خزامه اي حاجه مزيانه للبشره. المهم البنات اليوم غادي ندير كيف ما قلت لكم يعني غنعقم البشره ديالي مزيان. كندير هاد المهم كنطبق هاد الحوايج مره في الشهر هكا كيف ما شفتوا هنايا. انا درت كيف ما قلت لكم يعني ما عندهاش الساونا ان شاء الله باغا ناخذها غير باقي ما اكتهبش. دير غير بحالي يعني تاخذ واحد الكاسرونه هكا كيف ما كتشوفوا ودير فيها اي عشوب عندها. بحال انا هنا درت البابونج وعندي اللويزيه حتى هي درتها اللي عندها النعناع. المهم اللي عندكم الورد حتى هو زوين. بحال بالنسبه للبابونج كيصلح زوين بزاف للبشره الحساسه واللي فيها هكا التهابات. المهم اي حاجه اي عشوب عندكم ديروهم راه زوينين يعني مفيدين للبشره. المهم ضروري ولا بدا كيف ما قلت لكم تاخذوا واحد الاوفاطا وتستعملوا هكا التونيكو. بحال انا عندي هنايا الاكوا دي روسي الماء ديال الورد كناخذو من الكات وكتلقاوه حتى في اكوا صابوني. المهم راه كاين هذا موجود او كنستعمل حتى واحد اخر ديال اوريفلام حتى هو صراحه زوين. دابا ان شاء الله نديرو نشاركو معاكم. ضروري ولا بدا يعني تمسحوا البشره ديالكم مزيان يعني تحيدوا منها كاع داك الكريمات اللي كتكون فيها او المكياج ولا اي حاجه باش ملي نجيو نفتحوا المسام ما يدخلش لينا داكشي لداخل يعني كاع البكتيريا كتمص. ضروري ولا بدا نمسحوا. واخا انا راه ديجا غاسله وجهي كنديرها غير واحد الكريمه هكا كنديرها مره في الصباح هكا عندي البشره ديالي شويه جافه ضروري كنديرها هكا في الصباح. المهم راه ما يعني ما دايره لا ماكياج لا حاجه ديجا غاسله وجهي في الصباح دايره غير هاد الكريمه غير باش نحيدها هانتوما قبل ما يبرد ليا الماء. صافي هنا كما كتشوفون درت واحد الفوط على راسي باش كاع داك الفابور يطلع ليا هكا في وجهي. صافي غادي نبقى بحال هكا حتى كتحسوا بالبشره ديالكم عرقات نيت مزيان كتحسوا بها يعني ولات سخونه وعرقات مزيان. المهم انا غادي نرجع معكم خليكم معايا دابا. المهم هنا بغيت غير نقول لكم البنات اللي ما قدرتش يعني دير هذا الفابور بحال هكا يمشي للوجهها ربما كتخنق ولا شي حاجه تاخذ غير واحد الفوطه تكون من طبيعه الحال تكون نقيه معقمه مزيان وديريها في الماء سخون وتابليكيها ديريكت في وجهك. ما يكونش عاوتاني سخون بزاف اللي غادي يحرقكم يعني غير يكون شويه هكا دافي وتبقاي تحطي على وجهك حتى كيتحلوا لك هذوك المسامات باش كتقدري تنظفي. يعني ملي كتحسوا بها صافي عرقات مزيان غادي نبدا دابا ندوز نبدا ننظف فيها. وهانتوما معايا الناس من بعد ما حليت مزيان المسامات غادي ندوز نستعمل معكم هذه اللي كنت شاركت معكم كنت خديتها من مشات لي دابا السميه من بلاتي. بلاتي ما تفكر فيا مرض زهايمر.
دابا جاتني السميه اللي خديتها من الشيم. المهم راه كنت شاركت معكم وكنت حطيت لكم حتى اللينك البنات. انا هذه راه ديجا جربتها بصراحه غزاله وبغيت نجربها معكم اليوم باش نوريكم شحال كتيري ديال الوسخ من البشره. المهم غنحتاج لهادي وغادي نحتاج لهادي ضروري ولا بدا منه ولا بدا منه البنات يكون عندكم في الدار صراحه هذا خطير. المهم راه ولاو دابا متوفرين بكثره يعني في المحلات وما غاليين شي يعني تقريبا كتلقاهم شي اورو 50 2 اورو وكاين فيهم بزاف الشكل. المهم على حسب البشره ديالك وشنو بغيتي تحيدي منها. انا هذا واخته من اوريفلام ها نتوما هذا حتى هو واعر البنات كننظف به البشره ديالي حتى هو زوين. المهم دابا خليكم معايا. صافي هنا من بعد انا غادي نركب هذا كنستعمل هذا كيجيني احسن. وبالنسبه للبنات اللي كيقول لك بزاف يعني كنشوف هكا فيديو كيقول لك يعني كيضر في البشره صراحه انا ما ضرنيش ما كيضرش. المهم انا غادي نستعمل معكم دابا. انا عندي مشكله هنايا هنا المهم كنلقى عامر بزاف وعندي هنا شويه المسامات محلولين غير دابا ما عرفتش واش غادي يبانوا ليكم ولا لا. عندي هنايا المسامات محلولين ولا ما نظفتهمش كيزيدوا يتحلوا ليا اكثر. وهذا البنات راه كتريقلو يعني فيه المعدي وفيه الماكسيموم. انا هنا راه دايره الماكسيموم. انا غادي نوريكم العجب اللي كتيري. البنات اللي كتعرف بزيد الفيديو بزيد الفيديو ها نتوما بلاتي نشوف واش غادي يبان لكم هنا. المهم انا كيبان ليا هزات العجب. المهم ها نتوما ها نتوما شوفوا هاد العجب العجب اللي خرج مني اللي كتعرف تزيد الفيديو غير باش نوريكم البنات. لو بغيتو حتى نتوما تاخذوها تستعملوها راه الصراحه البنات زوينه كتجر يعني كتحيد كاع الوسخ اللي عندكم في البشره. راكم شفتوا بريما يعني قبل لوفاتار شحال كانت نقيه يعني بشرتي نقيه ولكن عندي المسامات كيتحلوا مع الوقت الا ما نظفتش يعني ما درتش تعقيق هاكا مره في الشهر كيجمع ليا كاع هاد الوسخ اللي كيبان لكم ها هو تيراه شفتوا. وهذه يلاه بديت يعني غير بارطيه وحده مازال نجبد العجب البشره ديالي بدات كتبرد كناخذ واحد الاوفاتا كنخشيها في الماء سخون وكنعاود نديرها لوجهي هكا باش كنزيد نحل المسامات. تبان لكم البشره ديالكم حمرت راه كتحيد من بعد واحد 10 دقائق ولا هاد راه كتحيد. المهم خليوكم معايا باش نوريكم حتى كيفاش كنسد المسامات من بعد ما كندير هاد المهم كندير هاد الباساج وهذا كنقي البشره ديالي مزيان. عندي راه مشكله هنا في النيف وهاد البلايص هادو كيتحلوا ليا المسامات. Thank you.
هذه كتجر المهم انا كتجر ليا مزيان كتحيد من بعد غادي نوريكم عاوتاني اش جبت منها. وهذه البنات كنستعملها هذه كنستعملها ملي كيكونوا هكا كيكونوا بحال شكل لي بوس. المهم ما تقيسوش غير الحبوب، الحبوب ما تقيسوش. بالنسبه للحبوب اللي عندها هكا حب شباب وعندها الحبوب وكيعمر لها بزاف بداك لي بوس، كننصحكم بزيت الشاي الاخضر، راه زوين بزاف. تحطوه دير واحد المقيطه تحطوه على الحبوبه راه كيمشي. انا دابا غير ما بقاش عندي وانا غادي نوريكم هذه حتى هي العجب اللي كتحيد. هذه زوينه حتى اللي عندها يبونتينيري كتسهل كتساعد. هادي تا هي شنو جرات ها نتوما تا هي كتجر العجب. هادو بالنسبه كيبانوا لكم البنات بحال بعض المرات في البشره ديالكم هما بحال شكل حبوبه عامره. هادي اللي غادي تصلح لكم، هادي زوينه بزاف. المهم ماشي الحبوب، هي ما كتكون ماشي كيكونش حبوب، كيكون بحال لي بوس عامر. هادي زوينه بزاف باش كتحيدوا بها كاع داك كاع دوك الجراثيم وداكشي اللي كيكون عندكم في البشره. المهم هادو هما جوج الحوايج صراحه اللي عجبوني. هادي المهم كنستعملها من شحال هادي، وهاد الاله اللي خديت دابا من شي اي راني جربتها معاكم، وخديجه جربتها قبل وجربتها معاكم حتى اليوم. بالنسبه اللي بغات تاخدها غير خدوها، غير زعما خدوها راه زوينه البنات. صراحه يعني كيبان لكم الفرق. من بعد ما نظفت البشره ديالي مزيان البنات والله كيبان لكم الفرق، كيبان لكم كتبان لكم البشره ديالكم رطبه ومهم ونقيه. من بعد كنستعمل ملي كننظفو مزيان المهم وكن منحد باقي المسامات محلولين، كنستعمل هذا السيروم هذا ديال اوريفلام ديال نوفاج. المهم انا واخده التريتمون ديالو كامل، الا بغيتوني نشاركو معاكم خليو ليا في التعاليق وان شاء الله نشاركو معاكم. دابا بما عندي المسامات محلولين وبغيت نعطي شي حاجه اللي غادي تزيد تغديها اكثر، غنستعمل هذا السيروم هذا. هاد السيروم المهم انا واخده هذا ديال 30 بيو، يعني 30 سنه بيو. المهم هاد التريتمون كيتعطى على حسب السن. هذا اللي واخده المهم كيعطي واحد الاشراق للبشره، كيغدي البشره، المهم كيبريفيني من التجاعيد. غادي دابا نابليكي وصدقوني البنات والله عرفتي واعر هاد التريتمون ديال نوفاج. وتقدروا يعني تدخلوا حتى اليوتيوب وديروا عليه واحد الريشيركه، راه زوين بزاف. صافي من حد باقي المسام كما قلت لكم محلولين، نعطيوها شي حاجه باش نغديو ونزيدو نغديو ديك البشره. ومن بعد غادي نستنى غير واحد شويه، واحد 5 دقائق بما نشف ليا، راه دغيا كينشف هو دغيا كتمصو البشره دغيا كينشف هذا السيروم. ومن بعد غادي ندوز نوريكم باش كنسد المسام. ضروري يعني هاد الخطوه هادي يعني ضروري ما تسد المسام. كتشوفوا من بعد ما شربت لي البشره ديالي داك السيروم، دابا غادي ندوزو نسدو المسام ضروري ولا بدا. المهم انا عندي هنايا كندير الثلج، كندير هاد الكوبيت ديال الثلج، وممكن مثلا عوض ديرو غير الماء بوحدو ممكن ديرو هاد المانيت هذا اللي درنا به الساونا لوجهنا، هذا اللي تخويو هنايا وتبقاو اللي عندها مشكله ديال المسام. يعني كاين اللي كيكون عندهم مشاكل نيت كيكون عند المسامات محلولين بزاف، كتعاني من المسامات محلولين بزاف، يعني ممكن تشدو تاخدو هكا تغليو هكا شويه ديال البابونج كما درت معاكم دابا وتخويو هنا في الكوبيتي وتبقاو كل صباح دوزوه على وجوهكم، راه زوين بزاف البنات. الثلج مزيان كيصلح بزاف المسامات محلولين وكيشد البشره. صافي دابا غادي ناخد واحد الكوبيتو وغادي نبقى ندوزو على وجهي حتى كنسد هذوك المسامات. واخا هو كيبان لك راه بارد تقدر شي وحده ما تصبرش ليه، ولكن راه زوين بزاف. كما قلت لكم تقدروا تصاوبوه حتى بالماء بالاعشاب او تصاوبوه بالنعناع والحامض.
المهم البنات الا بغيتوني نبقى نشارك معكم كاع الوصفات اللي كنطبق انا شخصيا على راسي، ما عليكم الا تخليوها ليا في التعاليق وان شاء الله نبقى نشارك معكم كل حاجه. صافي دابا الكوبيتو ديالي ها هو دابا بقى فيه والو، بقات غير شي حاجه ها هو طاح. المهم بركه كنظن دابا صافي البسام راهم تسدوا. المهم البنات نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، كيف ما قلت لكم الا كانوا كيعجبوكم بحال هذه الوصفه الطبيعيه واي حاجه كنطبقها انا شخصيا على راسي، ما عليكم الا تخليوها ليا في التعاليق وان شاء الله نبقى نشارك معكم اي حاجه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وكيف العاده خليت لكم الراحه وما تنساوش لي لايك ومع السلامه.